بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام. السلام عليكم، كي دايرين؟ نتمنىكم كلكم تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هذا الفيديو ديال ميناء مدينة الصويرة اللي كيبهر تبارك الله ما شاء الله بالجمال ديالو وبالخيرات ديالو. تمتعوا معايا بهذا الفيديو الشيق. وتبارك الله خيراتنا وخيرات بلادنا ما شاء الله، اللهم أدمها علينا نعمة واحفظها من الزوال. من هاد الدخله هادي دخلنا من جهه من الدخله ديال اللي تيكون البحر على اليسار والمباني على اليمين، وكندخلوا لواحد الباركينغ. منو دخلت من جهه لاكوت، منو دخلت دابا اول حاجه كتصادفكم هما هاد القوارب. ما كاينش اللي كيجي لهاد المنطقه وما كيتبهرش بالجمال ديالها لدرجه انهم كيبداو ياخذوا صور تذكاريه انهم حنانيت. تبارك الله هاد الطائر هذا اللي ما كيبعدش على الصويره، سبحان الله العظيم. تبارك الله هاد الكم الهائل ديال هاد الزوارق ما شاء الله. بلادنا زوينه، غير خاص الانسان مره مره يحاول يدير بحال هاد الزيارات باش حنا نشجعوا هاد السياحه الداخليه. وتبارك الله هاد المنظر شحال جميل. هاد الميناء للعموم، اللي بغى يجي راه كيدخل وكيستمتع بالمناظر ديالها وبالسمك تبارك الله اللي فيها. كاينين الاجانب بزاف بزاف، كتاخذنا الغيره علاش ما يكونوش بلاد تكون السياحه الداخليه حتى هي بواحد الكثره. هانتوما كياخذوا الصور، كلشي اللي كيبان لك كيبان لك ياخذوا الصور هنايا في هاد الاماكن هادو. تبارك الله هاد البخيرة هادي. ومنهم بواخر كثيرة، هادي غير وحدة من اللي قدرت نصور، لأنها ميمكن لياش نصور هاد الميناء هادا في 10 دقايق ولا. وتبارك الله الخيرات كلشي كيستافد من هاد الميناء هذا. تبارك الله السمك بكثرة ما شاء الله. تبارك الله هاد الطيور هادو راه رمى ليهم واحد السيد شويه ديال البقايا ديال السمك، وشوف تبارك الله كيهبطوا باش ياكلوا، ما كيخافوا لا مستأنسين مع الناس. هاد البواخر هادو راه كانوا كيهبطوا في السمك، وجينا تبارك الله مع واحد الوقيته اللي كاينين الخيرات والباطويات كيدخلوا للميناء تبارك الله. هانتوما هنا راه الداخل ديال المرسى هذا، ومن الاعلى الا بغيتي تطلع تاخذ صور من الاعلى غادي طلعنا لواحد الدروج هنا كيطلعوا لهم الصياده. هيا الا بغيتي تاخذ صور من الفوق تبارك الله واحد المنظر هائل. جينا شحال من مره وفي كل مره كيبهرني هاد المنظر ديال هاد المنظر ديال هاد الميناء هذا، ودائما فيه التجديد، دائما كتشوفوا بواحد الشكل اخر وكيجددوا فيه. وهذا شوف تبارك الله الثلج والحوت
ما حنا كنصوروا من الفوق اللور ديال دوك البيوت هاد الصياده من الاعلى، ما عرفتوش يخليو الناس يطلعوا ولا المهم حنا طلعنا خلونا. هذا اللور ديال الميناء كيباقي شي بقايا ديال الجزر وديال حيت الصويره فيها بعض الجزر. تبارك الله الطائر هذا تبارك الله ما كيدور من حداك وفيه واحد الجماليه زيدها لذاك الميناء سبحان الله العظيم. هذيك الجزيره غادي نصورها لكم من بعد من الجهه الاخرى في الفيديو القادم ان شاء الله. هذه راه جزيره تاريخيه، راه فيها المسجد وفيها كانت تاريخيه، كانت مده طويله سبحان الله العظيم من ايام الاستعمار. ان شاء الله غادي يكون واحد الفيديو اخر اللي غتشوفوا فيه التتمه، لان ما يمكنليش صويره نديرها في هاد 10 دقائق كما قلت لكم. صويره مدينه جميله وسياحيه تبارك الله. هاد الطائر هذا تانس مع الناس ديال الصويره ومع الصياده، ما تيخافش سبحان الله العظيم، كيجي حداهم كيتهوى كياكل وكي. هذا راه الباب الثاني ديال الميناء. هادي راه واحد الساحة كاينة حدا الميناء، اللي بغى ياخد السمك ويخرج كيشويه في هاد المحلات هادو، اللي بغى يشوي داخل المرسى، اللي تيبغي يخرج هادي في الخرجة ديال سميتو، اللي بغى يخرج ويتناول السمك هنا يجيبو معاه ولا يشري من عندهم ولا. كيشوي وعمرو الكتاي، صوبوا الكشلاده، يديروا المناضه، المهم ثمن مناسب ماشي. انتم الاجانب ها انتم تبارك الله. هذا السمك هذا دايره داخل المرسى، كاينه ديال 10 دراهم الحبه، كاينه ديال 15 درهم، والله الا ثمن سبحان الله العظيم ثمن هائل وجديد. تبارك الله خيرات بلادنا متنوعه، من ميلون، من روجي، من الصول، من با موسى، من السردين، الكبيله، الرايه، الكروفيت، الكالامار، وهاد الكوكياج هذا المحار، هاد نسيت نقول لكم هاد الكوكياج هذا حتى هو راه كيتكال، حتى هو زوين. هانتوما تبارك الله مختلف، وإلا بغيتي تاخد كلشي هادشي وتعبرو وتاخدو فاغيي تاخدو مختلف، كدير الشوايه كيشويه لك كلشي تبارك الله جديد. كتقول لي كل حاجه دير ليا منها شويه، تبارك الله هذه شحال جديده تبارك الله. داك الروجي تبارك الله، حتى احنا خدينا كلشي فاغيي، لا من الكالامار لا من كلشي، وشويناه ثمن مناسب. شوف هاد الكخاب، هاد لانغوس هادي كتكون غير في لي ريستورون الكبار، هذا حتى هو راه كيحيدو من واحد الحيمه كطيب غزاله. هذه لانغوس
هذه هي زوينه